فيان قدمتي هواية برامج ويا شباب سيف الباشا وغيرهم، تحياتنا لهم. إذا قلت لك إعلامية حابة تقدمين وياها برنامج، منو تختارين؟ أنا وياها نكون ثنائي. بنية تشبه شخصيتي ماكو يعني. أنا حالياً يمكن حكيت لك خلاص طلعت من جو البرامج الصباحية، البرامج الجدية تقدمها المسائية والشبابية. خلاص أنا اكتشفت نفسي، أنا بنية أدي تفاعل، أحب البرامج المباشرة اللايف والمسابقات والبرامج الرمضانية وبالمناسبات والأعياد. هاي كانوا يخطبوك صدق اللي يتصلون على البرامج فعلياً ويظلون يحتلون ويا المخرج ويعطونا رقمهم وعندنا هدايا ومرات بوكيهاتهم والورد. أنت تستاهلين. فيان يشبهوش بهواية مشاهير يعني دانا جابر يمكن قمر، هواية هواية كلش. منو أكثر واحدة تكرهين تشبيهك بيها؟ من يشبهوش بيها تنزعجين؟ سؤالك كلش بيحبك لأنه أنا مفتهمة راسك. ما راح أذكر الاسم دائما يعني. رجاء مقدمين البرامج والبرامج الثانية، رجاء أني سوبر مني. أني سوبر مني يعني كوش صغيرونة. أنا بالحقيقة هذا تشوف أني رقبتي كوش طويلة، عظامي مبينة على قد ماني ضعيفة وبيضة وناعمة وشعري أسود. بس أنا ترى ما أقصد وحدة معينة. لا ولا أنا هم أقصد الوحدة المعينة، بس مرات أني أنصدم أتابع برنامج ألاقي ذكرون اسمي على مقدمات برامج ماكو ربط. يشبهوك الناس ما يشبهوك نهائياً. أصلاً يعني من تحبين تشبيهك بيها؟ قمر أكيد يعني. أنا قاعد قدامها يعني لأنه صدق تشبهينها. والقصة هم بيها هواية شبه قصصكم. قمر. حتى اسم الرجل يعني شيء غريب جدا. الاسم نفسه أبو ابنها جمال. إيه شيء غريب جدا.